الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، اهلا بيكم، اهلا شرفنا بك، ومنورنا بالخط العريض. اهلا بك. الحقيقه انا مش عارف ابدا معاك منين، عايز ابدا معاك بسرعه على حاجات كتير، لكن لازم اسالك الخط العريض في حياتك. مين اللي شاور لك على موهبتك؟ مين اللي خلاك تروح في اتجاه النقد؟ انا اشكرك اولا انك انت بتنعتيني بالموهبه، يعني ده شيء انت جميل استاذ يسعدني. كبير، اتفقنا ام اختلفنا على اي راي، ولكنك استاذ كبير. بصي، انا الظرف اللي اتولدت فيه اني من عيله لها علاقه بالشعر والصحافه. عمامي كامل الشناوي ومأمون الشناوي. طبعا ابويا لا، كان وكيل وزاره في النقل، في وزاره النقل، لكن كان عنده ميول ادبيه، بيكتب برضه، يحاول يكتب. اولا يعني اصحى الصبح الاقي الجرايد كلها موجوده، غالبا كان في 3 جرايد المشهوره، الاهرام والاهراء والاخبار والأخبار والجمهوريه. والجمهورية. اغلب البيوت المصريه بتجيب غالبا الطبقه المتوسطه اللي بنتمي لها جورنال. لا، أيوة. احنا عندنا 3 جرايد. أه كويس. المجلات غالبا بيبقى في مجله، لا انا عندي كل المجلات. فانا لقيت نفسي في بيئه فيها صحافه، فيها قراءه، ووالدي الله يرحمه كان دايما يحكي لي على بعض حاجات، فحبيت الحكايه لدرجه انه ابويا اكتشف ورقه واحنا في المرحله الابتدائيه، كان بيسالك عايز تبقى ايه؟ أيوة. في جيلي انا كنا بنبقى عايزين نبقى حاجتين، دكتور او ضابط، ما كانش في حاجه ثالثه. أيوة. انا كنت كاتب عايز ابقى صحفي. كلمه صحفي اساسا انك انت تقولها وانت عندك 8 سنين 7 سنين، دي مساله غريبه مش طبيعية. مش طبيعيه. فاكتشف، جاب لي الورقه اللي انا قلت فيها عايز اكون صحفي، فحلمت بالصحافه مع ان انا خجول.